اثنين اليوم ثلاثة ثمانية بداية النعلة الطيبة إن شاء الله بالأجواء الطيبة ردة أنا ويا بعض هلو خالد يا هلا والله يا ما هلا محمد هلا بزيد هلا 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 صورنا فيزا هلا ويا بعض هلا بسلطان هلا بالحب هلا حلو كيف حالك؟ مساكم الله بالخير يوم 31/7/2020 اول ايام العيد الاضحى يكون مبارك كل عام وانتم بخير وتقبل الله طاعتكم وهذه عيديه بسيطه ان شاء الله الله يرزقنا يعطيك العافيه ابو علي يعافيك الحمد لله توفقنا بالصيد الطيب فرصه خفيفه على السريع الحمد لله يوم 6/8/2020 الحمد لله الله وفقنا هالالوين وهالشقاره الطيبه تصور هالشقاره هذه ما شاء الله راح اجرب اكلها باكر العافيه العافيه مساكم الله بالخير اليوم 13/8/2020 الحمد لله توفقنا على الصيد الطيب ما شاء الله الاماكن الطيبه الجديده هذه شوف الشعريه ايش كبرها ابو سعود اي والله الشعريه كبر الربيبه يا سبحان الله شوف 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 ما شاء الله حجم والله والله حجم ناخذها هلا هلا لا يعضني بس ان شاء الله بارك الرحمن حجم طيب هذا الراس ما شاء الله حجم عالمي
يعطيك العافية. ارفع ارفع. ما شاء الله ما شاء الله. عاش خالد. مساكم الله بالخير. اليوم 15/8/2020. الحمد لله توفقنا بالمتايح هذولي والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله ما شاء الله. يعطيك العافيه ابو خالد. الله يعافيك. يعافيك ابو علي.